الأول. المحاضرة الماضية أخذنا عن كيف نفهم أو شرحنا عن تفاصيل مختلفة تاعت الانكم ستيتمنت، وفي هذا الريدنج راح نحكي عن تفاصيل الشبيهة اللي خاصة في البالانس شيت. الإشي اللي راح أحكي لكم إياه اليوم وهاي الليرنينج أوتكمز اللي نتوقع أن نوصلها بس نخلص هذا الريدنج، معظمها شغلات تعرفوا الأساسيات تاعتها مرت عليكم من قبل، فعشان هيك راح شوي أمشي بسرعة بالشرح. فراح نحكي عن elements of the balance sheet اللي أصلا تعرفوهم: assets, liabilities and equity. نحكي شو ال uses وال limitations تاعون ال balance sheet وال financial analysis، شو في فرمات مختلفة فورمات مختلفة للبالانس شيت. راح نفرق ما بين الكرنت ونون كرنت اسيتس ولايبيليتيز، بعدين نحكي عن التايبس ديفرنت تايبس اوف اسيتس اند لايبيليتيز اند هاو دي كان بي ميجرد، بعدين نحكي عن كومبوننتس اوف شير هولدرز ايكويتي وكيف نحول البالانس شيت لكومن سايز بالانس شيت وبعض الريشيوز الخاصه بالبالانس شيت. طيب بدايه البالانس شيت زي ما كلنا بنعرف هي تعطينا معلومات عن الـ company's resources، مصادر الشركة ومصادر الموجودة المتوفرة عند الشركة، والـ sources of capital، من وين جابت الشركة رأس المال تاعها، بغض النظر إذا كان رأس المال هذا هو عبارة عن equity contribution تاع الـ owners ولا كان عبارة عن liabilities and debt. هلا طبعا بتشوف بتساعدنا البالانس شيت. البالانس شيت تعطينا معلومات مهمه عن قدره الشركه انها تدفع الالتزامات اللي عليها وانها تعمل ديستريبيوشنز توزيعات للمالكين، ترجع تعطي ارباح للمالكين. فهي عباره بشكل مبسط عن سناب شوت للفاينانشال بوزيشن تاع الشركه، بتعطينا فكرة عن الموقع المالي للشركة في نقطة زمنية محددة. والبيسك ستراكتشر او البيسك ايكويشن تاعت البالانس شيت زي ما كلنا بنعرفها انه الاسيتس اللي هي المصادر تاعت الشركة لازم تساوي اللايبيليتيز زائد ايكويتي اللي هي السورسز اوف كابيتال. اسامي تانية للبالانس شيت زي ستيتمنت اوف فاينانشال بوزيشن او ستيتمنت اوف فاينانشال كونديشن ممكن نستخدمها. هنا بعطيكم شرح مفصل أكثر عن شو يعني assets، شو يعني liabilities، شو يعني equity، واللي هي كلها أمور أنتوا أصلاً تعرفوها. طيب هلا balance sheet مش اللي نحكيه هون تعطينا معلومات مهمة عن الموقع المالي أو الوضع المالي للشركة، ولكن دائما لازم ننتبه إنه الإيكويتي هاي الريزيدجوال بعد ما نسد الأوبليجيشنز اللي علينا ما بتعطينا فيو أو طريقة لقياس الماركت أو الترانزيك فاليو للشركة، ما بتعطينا طريقة لقياس قيمة الشركة أو قيمة السوقية للشركة. ليش ما بتعطينا ليش ما بنقدر نستخدمها لأنه نحسب قيمة سوقية للشركة؟ اول شيء لانه البالانس شيت زي باقي الفاينانشال ستيتمنتس تلزم في الاكاونتنج ستاندردز، واللي بتكون ممزوجه ما بين اسيتس بنسجلها على الكوست تاعها حسب الهيستوريكال كوست تاعها، واسيتس ثانيه ممكن تكون على الماركت فاليو تاعها، وممكن يكون في اختلاف كبير ما بين الهيستوريكال كوست والماركت فاليو تاع الاسيتس. الشغلة الثانية انه لما بنحكي انه حتى الايتمز اللي بنقيسها حسب الكرنت فاليو، فهذا بيحكي عن الفاليو تاعها في اخر يوم في الفاينانشال سايكل تاع الشركة reporting period، مش اليوم اللي احنا فيه. وممكن القيمة تاعت هذه الاصول تتغير من اليوم اللي نشرت فيه البالانس شيت لتاريخ اللي ممكن نكون احنا بنحلل فيه البالانس شيت. الشغلة الثالثة انه القيمة تاعت الشركة ممكن نحددها بكتير عوامل، واهم هاي العوامل هي الـ expected future cash flows اللي ممكن انه ينعمل لها generation من خلال الشركة، غير الظروف
الحالية بالسوق، يعني الظرف اللي حاليا هلا عندنا في البلد بيختلف كتير عن الظرف اللي كان موجود لما كل الشركات اللي كانت موجودة عندنا بالسوق المالي عملت ريبورتينج للفاينانشال ستيتمنتس تاعونهم في 2019. فالقيمة تاعت الشركات أكيد تختلف عن ما كانت عليه، حتى مع انه كل الفاينانشال ستيتمنتس تاعت 2019 اللي نحكي عليها بتم نشرها في هذه الفترة من السنة. فالشيء اللي بهمنا هو قدرة الشركة انها تجيب لنا فيوتشر كاش فلوز اكثر من، عشان نعطيها طبعا قيمة سوقية اكثر من الشغلات اللي ممكن نلاقيها احنا في البالانس. ولكن طبعا اكيد هذا الحكي كمان بيعني انه البالانس شيت تعطينا معلومات مهمة جدا عن الوضع المالي للشركة وما بنقدر ننكر اهميتها. هنا قدامنا في اكزامبل للبالانس شيت بس احنا مختصرينها، يعني مكتوبة بطريقة مختصرة. واحد من الاكزامبلز هنطلع عليهم هنا، في عندنا كمان اكزامبل فهذا للساب وهذا لابل. يعني ملاحظة سريعة زي ما سوينا الانكم ستيتمنت في الريدنج الماضي، نيجي نلاقي بعض الاختلافات بين التنتين، طلع ان واحدة باليورو واحدة بالدولار. ايش في كمان اختلافات؟ في هون مش اختلافات، كمان اشي مشترك ما بين التنتين، انه التنتين عبارة عن consolidated statement of financial position او consolidated balance sheet. اختلاف الاسامي لا يعني اشي، بنحكي علينا نفس الشغلة احنا. consolidated يعني انه هذول عندهم افرع في اكثر من محل، في شركات تابعة تحت الشركة الام، وهي بتكون هي البالانس شيت التجميعية اللي بيكون فيها النتائج تاعت كل الشركات اللي تابعة للشركة. واحدة من الشغلات اللي كتير بتهمنا في او كتير بتهمنا من البالانس شيت اللي بنقدر نستفيد منها من البالانس شيت هي موضوع الليكويديتي. كلنا بنعرف شو يعني الليكويديتي، هي قدرة الشركة على انها تغطي الالتزامات قصيرة الاجل عليها. الليكويديتي قديش قرب الاسد من الكاش، قديش الاسد اللي احنا بنحكي عليه قريب لانه يتحول لكاش. ولما بنحكي عن ليكويد اسد بنحكي عن قديش سهولة تحويل هاي الاسد لكاش، في قديش سهولة تحويل هاي الاسد لكاش في فترة قصيرة، وكمان مش بس قديش سهولة تحويل هاي الاسد لكاش في فترة قصيرة، كمان بدون ما نخسر اشي من قيمتها. فبنحكي at a price close to fair market value، نحن نحافظ على قيمة الاسد اللي بنحكي عليها نحولها لكاش، لانه كتير اسد ممكن نقدر حولها لكاش بسهولة إذا بننزل من سعرها كثير، فهذا لا يعني إنه هاي الأسيتس هي ليكويد. فالجزئية الثانية كمان كثير مهمة. هلا current and non-current classifications، زي ما كنا بنعرف في عندنا current assets، في عندنا long-term assets أو non-current assets، non-current liabilities. شو بيعني إنه الأسيت تكون current؟ حسب التعريف اللي نتعامل معه هون، الأسد ساي بنكون إحنا حاملينها لهدف التجارة أو متوقع إنه نبيعها أو نستهلكها أو تتحول لكاش خلال فترة سنة أو one operating cycle. هون خلينا ننتبه لأنه الإشي اللي بتعرفوه أنتوا والإشي اللي شرح لكم بالعادة كنا نحكي إنه short term يعني تتحول لكاش خلال سنة، ولكن لما نيجي نعمل ريبورتينج على أرض الواقع احنا مش بس بنحكي عن تحول لكاش خلال سنة، ولكن كمان خلال one operating cycle أو أيهما أعلى. فإذا كانت الoperating cycle تاعت الشركة أكبر من سنة فلسه مع هيك بنسجل الايتم كcurrent asset إذا بنقدر نبيعه أو نتبادل فيه أو حوله لكاش خلال فترة الأوبريتنج سايكل. طبعاً أوبريتنج سايكل بعد الريبورتنج بيريد، فإذا إحنا عملنا ريبورتنج في نهاية 2019 فإحنا بنتوقع إنه هذا الأسيت رح يتحول لكاش خلال أوبريتنج سايكل من بعد نهاية 2019. هلا شو بتعني بالنسبة لنا الأوبريتنج سايكل؟ إذا بتتذكروا إشي اسمه الكاش كونفيرجن سايكل. كاش كونفرجن سايكل في جزئية كنا نحكي عنها الأوبريتنج سايكل. الأوبريتنج سايكل هاي هي متوسط الوقت اللي راح يخدنا من
لما نشتري الانفنتوري، لما نجيب الانفنتوري على الشركه للحظه اللي بتحول فيها المبيعات تاعتنا لكاش. فمن وقت ما نجيب الانفنتوري لحد ما الانفنتوري هاي تتحول لمبيعات ونقبض الكاش، نقبض الدفعات تاعتها، كل هاي الفتره بنسميها operating cycle. طبعا ليش بنستخدم operating cycle؟ لانه الاسيتس احنا راح نستخدمها بالاغلب، خصوصا الكرنت اسيتس، احنا الكرنت اسيتس بنستخدمها في الاوبريتنج اكتيفيتيز تاعت الشركه، وبالعاده بنتوقع انه تتحول لكاش او انه نستهلكها او انه نبيعها. فمن هيك احنا بنطلع كمان على اوبريتنج سايكل. طبعا امثله عن شركات ممكن تكون اوبريتنج سايكل تاعتها اطول من سنه، مش بس ماكينة لحد ما تنتج إشي وتبيعه، هي الانبوت اللي مندخله في هاي الماكينة من وقت ما نشتري لحد ما نبيعه ونقبض حقه. مش بس نبيعه، ممكن نبيعه على كريدت، فإحنا نبيعه ونقبض حقه. فهنا بتكون كل هاي الفترة بنسميها operating cycle. مثلا بالشركات اللي بتشتغل في الخشب، مرات operating cycle تاعتها ممكن تكون أطول من سنة، لأنه بأخذ فترة أطول عبين ما نشتري هذا الخشب لليوم اللي نقبض فيه حقه. أو ممكن يكون industries زي الهيفي manufacturing بتكون الoperating cycle تاعتها طويلة. ننتج طيارة مثلا، شركة بتنتج طيارات أو قوارب، operating cycle تاعتها أطول من شركة بتنتج مأكولات. فعشان تكون current asset ننشوف يا سنة يا operating cycle أيهما أعلى. إذا كانت أقل من سنة بنأخذ سنة، إذا كانت operating cycle أكبر من سنة فنستخدم operating cycle. طبعا ال non-current assets هي الأسيتس اللي متوقع إنه ما راح تنباع ولا راح تستهلك خلال سنة أو خلال one operating cycle، كمان أيهما أعلى. طبعا ال non-current assets بتمثل البنية التحتية اللي نستخدمها عشان نشغل الشركة ونتوقعش انه يتم استهلاكها في فترة قصيرة. الكرنت لايبيليتيز، حكينا عن كرنت اسيتس، كرنت لايبيليتيز نتوقع انه ينعمل لها سيتلمنت، يتم تسويتها خلال سنة او كمان خلال اوبريتنج سايكل. وهنا بنحكي كمان مرة ايهما اعلى. كيف نعمل كلاسيفيكيشن للكرنت لايبيليتي؟ حطيت لكم اياهم اربع شغلات نستخدمها، كان تطلع عليهم مش اشي كتير مهم. هلا اي اشي مش current liabilities بروح non-current liability او long-term liabilities. فهنا بشمل financial liabilities اللي ممكن تعمل تمويل للشركة على المدى الطويل. بعدين في كونسبت نعرفه هنا، هذا لازم نرجع لورا لانه working capital كونسبت كمان انتم بتعرفوه، بنسميه working capital. working capital هذا ببساطه هو current assets مشيول منها current liabilities. والليفل اوف working capital بتحكي للمحلل المالي عن قدره الشركه على انها تدفع الالتزامات اللي عليها في المدى القصير لما تصلح. وبهون بهمنا كمان نعرف احنا قديش working capital، واللي هي من تعريفها اشي مفهوم. لما بحكي انا التزامات قصيرة الاجل، او نحكي الاصول قصيرة الاجل، قديش بتغطي الالتزامات قصيرة الاجل؟ فاذا كان positive هذا بيعني انه بتقدر تغطيها بشكل كبير. طبعا ما بدنا working capital يكون حجمه كتير كبير كمان. ليش ما بدنا يكون حجمه كتير كبير؟ لانه بالعادة العائد على current assets أقل من العائد على long term assets. working capital كبير يا أما بيعني إنه أنا عندي current assets كتيرة، يا أما بيعني أنا عندي current liabilities كتير، أو يعني بنفس هذا المفهوم. وإذا عندي current assets كتير أو حجمها كتير كبير، فهذا بيعني إن أنا عم بضيع حالي عائد أعلى ممكن أخده في استثمارات أو في أصول تانية ممكن تجيب لي عائد. وإذا أنا عندي current liabilities كتير، هذا بيعني إنه الريسك اللي علي كتير عالي، لأنه في التزامات كتيرة قصيرة الأجل لازم أستوفيها
وهذا بيعني انه بدي solvency كتير عالية، فبعمل المخاطرة تاعت الانسولفنسي كتير عالية للشركة. هل في كمان، طبعا هذا category based presentation، انه انا بقسم الايتمز في البالانس شيت، current assets, current liabilities, current long term assets او non current assets و non current liabilities. بعدين في عنا طريقة تانية ممكن نعرض فيها البالانس شيت اللي هي نسميها liquidity based، ومن اسمها liquidity based presentation بيعتمد على liquidity تاع كل item انا عم بحطه في البالانس شيت. وهنا بنبلش احنا من الموست ليكويد، بعدين بننزل للليست ليكويد. والشركات بامكانها تستخدم هذا الابروتش اذا كان بعطي معلومات كافيه عن الايتمز الموجوده عند الشركه. وهنا في عندنا اكزامبل لبنك في الصين اسمه شاينا كونستراكشن بانك اللي هو كوميرشال بانك. فهنا شايفين انه حاطين كل الايتمز تاعون الاسيتس بالترتيب حسب الليكويديتي تاعتهم، ومش مفرقين ما بين current assets و current و non-current assets و long-term assets. هل حكينا لحد هون احنا بشكل عام عن current assets و current liabilities، وبعدين نيجي نحكي شوي تفصيل اكبر شو الايتمز اللي بدها تكون موجودة في هدول current assets و current liabilities، وبعدين بس نخلص نحكي عن current assets و liabilities والايتمز اللي بتكون موجودة فيهم، راح نروح أكثر ونحكي عن long term assets and liabilities. هلا current assets accounting standards بتطلب إنه في specific line items لازم تكون موجودة في ال current assets إذا كانت material، يعني إذا كان لها قيمة material، قيمة مؤثرة. Among هاي الايتمز، اول ايتم احنا بالعاده بيكون موجود عندنا اللي هو الموست ليكويد اللي هي الكاش اند كاش ايكويفالنت، بعدين تريد اند اذر ريسيفبلز والانفنتوريز والاذر فاينانشال اسيتس ذات هاف شورت ماتوريتيز. وهنا بنيجي كمان مره ساب قبل شوي عرضناها بطريقه مختصره، بس هنا نعرضها احنا بتفاصيل اكبر. طبعا هون بنحكي بس قاعدين عن الاسيت سكشن. اذا بنشوف في الكارنت اسيتس في عندنا كاش وكاش ايكويفالنت، في عندنا اذر فاينانشال اسيتس، في عندنا تريد اند اذر ريسيفبلز. تريد اند اذر ريسيفبلز هون بنحكي عن الشيء اللي انتم اكثر بتعرفوه كاكاونت ريسيفبل، وبعدين في عندنا اذر نون فاينانشال اسيتس والتاكس اسيتس هلا بنحكي شو هي والشغلات الثانيه بدنا ندخل فيها هلا. بعدين هذه بالنسبة للساب، أما بالنسبة لأبل فعندنا شغلات شبيهة بس أنا بسميها accounts receivable، وبسمي tax assets كdeferred tax assets، صلى الله نحكي عليهم تفصيل أكثر. فالكاش والكاش equivalent كبداية اللي هي highly liquid short term investments بتكون كتير كتير قريبة على maturity date تاعتها، ما فيش فيها، مش ما فيش فيها الريسك فيها ضئيل جداً، والفاليو تاعهم مش راح يتغير، او في ريسك كتير قليل ان الفاليو تاعهم يتغير مع تغيرات في الانترست ريت بالسوق. طبعا كاش اند كاش ايكويفالنت عباره عن فاينانشال اسيتس، وانا بنحكي عن مصاري ماسكينها احنا كنقد او شيكينج اكاونتس او شغلات شبيهه بهاي الامور، والفير فاليو تاعها واضح وممكن نحدده بسهولة مجرد ما انه نبيع الاسيت او نحولها لندفع liability او whatever. وهنا حطيت لكم شوية examples عن cash، شو شغلات بنعتبرها cash، شو شغلات ممكن نعتبرها cash equivalent. الايتم الثاني اللي عندنا اللي هو marketable securities، وهدول بنحكي عن financial assets و investments in debt or equity أو أي شيء شبيه في public markets، في الأسواق المالية اللي publicly traded واللي ممكن نحدد القيمة تاعتهم من خلال الأسواق المالية أو من خلال public market. ففي mechanism
لا تحديد سعر الماركتبل سكيورتيز، وهذا بيشمل تريجري بيلز، تي بيلز اللي كلكم تعرفوها، جفرمنت نوتس، كوربريت نوتس او بوندز اند ايكويتي سكيورتيز اللي ممكن تكون كومن ستوكس او ميوتشوال فاند شيرز. طبعا هون كله بنحكي عن سكيورتيز تتحول لكاش وممكن نبيعها بسهوله بدون ما نخسر كثير من سعرها. بعدين في عنا الايتم الثالث بنسميه تريد ريسيفابلز، او اذا بدكم سموها اكاونتس ريسيفابل، واللي هي المصاري اللي احنا بدنا اياها من الزباين وبدنا اياها من السوق لبضاعه احنا اوريدي صرنا موصلينها وسجلناها كريفينيو عندنا في الانكم ستيتمنت. وهنا نرجع بنحكي عن شيء بنسميه نت ريلايزابل فاليو. شو يعني نت ريلايزابل فاليو؟ اللي هي اذا بدنا نرجع لموضوع الانكم ستيتمنت والمواضيع اللي شرحنا عليها في الريدنج الماضي، انه هاي المصاري اللي احنا يعني شبه متاكدين انه راح نقبضها، واذا في اي شيء زي دوبتفل اكاونتس اللي احنا بنشك انه راح نقبضه فلازم ينخصم وبتتسجل هاي كنت من هاي الاكاونتس. اللي هو الشيء اللي حكي لكم اياه انا كمان في النقطتين هذول. هلا اذا في عندنا شيء من الريسيفابلز متوقع انه ما راح نقدر حصله زي ما حكينا في الشابتر الماضي، بالعادة هذا احنا بيعتمد على خبرة تاعتنا خلال السنين، فبكون نحط كـ percentage of accounts receivable نحكي انه هذا راح يكون كـ doubtful accounts، فوقتها احنا بنعمله writing off، بننزل accounts receivable بهاي القيمة وبكون هذا كـ contra asset account، فبنحط انه accounts receivable ونشال منها هالقد لـ doubtful accounts كـ contra asset account. وهذا طبعا كونترا اسيت يعني انه بنزل الاسيتس بس بيكون موجود في الاسيتس سكشن. شغله ثانيه بتهمنا بالنسبه للاكونتس ريسيفبل بنسميها الكريدت ريسك. الكريدت ريسك كمان كثير مهمه وجاي من فكره انه كيف احنا لما بدنا كيف لما البنك بيقرض الناس بده يعمل دايفرسيفيكيشن للاقراض تاعه. فاذا تخيل مع بعض عندنا بنكين، البنك الاول بكرت بس لثلاث اشخاص، ثلاث اشخاص كتير كتير كبار في البلد، هدول المقاولين الكبار اللي عندنا، هم باخذوا كلهم ثلاثة أربعة هدول باخذوا من بنك واحد، والبنك هدول هم الزباين تاعهم، وقباله في بنك بعطي لكل الناس تمام، فهو معطي 500 600 واحد قروض في قطاعات مختلفة ومجالات مختلفة وأحجام شركات مختلفة وتر. في عنا هدول البنكين، إذا زبون واحد من الزباين تاعون البنك الأول فشل إنه يدفع الالتزامات اللي عليه، انكسر تمام، شو بصير في البنك؟ الخسارة تاعت البنك راح تكون فادحة، لأنه هذا بشكل تلت القروض اللي هو معطيها، بينما البنك الثاني لو واحد من الزباين اللي عنده صار له بانكربسي وما قدر يدفع الالتزامات اللي عليه، وقتها نحكي قاعدين عن زبون من 500 أو 600 زبون، فالأثر على البنك بيكون أقل. ونفس الشيء إذا إحنا كشركة، إذا أنا كشركة ببيع بس زبون أو زبونين، هدول الزبونين ببيعهم على الدين بشكل جزء كبير من المحفظة تاعتي، فإذا واحد فيهم ما قدر يدفع وقتها أنا راح أنكسر معه، يعني إذا هو انكسر بكسرني معه لأنه أنا مش منوع في الزباين اللي. وهذا اللي بنسميه إحنا الكريدت ريسك. الكريدت ريسك كمان شيء كتير مهم في الاكاونتس ريسيفبل. بعد ان مع المقابل اذا في شركه ثانيه بتبيع لعدد كبير من الزباين وقطاعات مختلفه في مجالات مختلفه احجام شركات مختلفه وافراد مختلفين، وقتها اذا واحد فيهم فشل انه يدفع الالتزام اللي عليه هذا ما بكسر الشركه لانه عندي زباين ثانيه ملتزمين واثره بيكون اصغر على الشركه، بينما مقارنه بزبون واحد كبير يصير معه مشاكل مالية. بعدين في عندنا الانفنتوريز، وكلنا كمان بنعرف شو هي هاي الانفنتوريز. ما يعني ما بلزم كثير نحكي عن هذا الموضوع. كيف بنحدد قيمة الانفنتوريز؟ كمان هي بنفس الميثودز اللي درسناها في الريدنج الماضي لما حكينا عن الفايفو واللايفو والافريج كوست. لا ما حدا يبدا بالكوز، انا حاطه يفتح بس هيك قبل بوقت. آه
فاحنا هاي بنخلص هذا السكشن خلال 7 دقائق، وبعدين بنروح على الكويز، لانه راح نضلنا راح اكون معكم وانتم بتقدموا. طيب بعدين في عنا إشي بنسميهم الـ Other Current Assets. وفي الـ Other Current Assets بالعادة بيكون في عنا إشي زي الـ Prepaid Expenses. الـ Prepaid Expenses اللي هي Operating Expenses بتكون الشركة دفعتها in advance، بنكون دافعينها قبل بوقت. وهون أي إشي إحنا Expense دافعينه قبل بوقت بنسجله كـ Prepaid. وبعدين في عنا Deferred Tax Asset. والـ Deferred Tax Asset اللي هي لما بيكون في عنا التزامات للضريبة، تمام، احنا دافعينها اكبر من التاكس اكسبنس اللي احنا عملنا الريبورتينج في الفاينانشال ستيتمنت، لا فرقية بالوقت ما بين ما ندفع الضريبة وما بين ما نعمل ريبورتينج على الفاينانشال ستيتمنت. بعدين بنكمل على الـ Current Liabilities. كمان الـ Current Liabilities زي ما عرفناهم قبل شوي اللي هي Liabilities لازم نعملها Settlement، تسوية خلال One Operating Cycle، واللي بنكون حاملينها أصلاً Primary for Trading or to be settled within 12 months. وهون في عنا الـ Trade Payables أو الـ Item، أو زي ما بتعرفوه أكثر الـ Accounts Payable. كلنا بنعرف شو الـ Accounts Payable، دفعات على الشركة لبضاعة أو التزامات تانية شرتها ووصلت لعند الشركة. طبعاً واحدة من الشغلات اللي بهمنا نتطلع عليها في الـ Accounts Payable اللي هي نسبة هاي الـ Accounts Payable من المشتريات، زي ما كمان في الـ Accounts Receivable كان بهمنا نتطلع على نسبة الـ Accounts Receivable من المبيعات. إذا نسبة الـ Accounts Receivable من المبيعات زادت، هذا بيحكي إنه الشركة عم بتسهل الـ Credit Terms تاعونها، عم تبيع لناس أكثر على الدين، وهذا ممكن يعني إنه المخاطرة اللي بتواجه الشركة أعلى. وبنفس الطريقة لما الـ Accounts Payable كنسبة من المشتريات، فهذا بيعني إنه العلاقة الـ Credit Relationship ما بين الشركة والـ Suppliers تغيرت، أو ممكن كمان يعطينا دليل على نوع مخاطرة إنه ممكن الشركة ما تكون قادرة على إنها تدفع الالتزامات اللي عليها، لأن الالتزامات اللي عليها عم تكبر، التزامات قصيرة الأجل. طبعاً فيش إشي أكيد من الأرقام اللي نشوفها قدامنا، ودائماً في التحليل المالي لازم نرجع للنوتس تو فاينانشال ستيتمنتس، لازم نرجع للشغلات الثانية الموجودة في annual report عشان نفهم ليش هاي الأرقام زادت، ونعرف نقرر هل هاي الزيادة طبيعية، هل هاي الزيادة عادية ما بتأثر على الشركة بشكل كبير، أو أنها ممكن تأثر على الشركة بشكل سلبي. طيب، هون كمان في عنا examples and items of current liabilities and other liabilities. بعدين نكمل على Notes Payable. زي ما نعرف Notes Payable اللي هي الالتزامات المالية اللي على الشركة خلال One Operating Cycle ما بعد ما نعمل Financial Reporting، تشمل Notes Payable زي قروض وشغلات شبيهة بذلك، وطبعا تشمل الالتزامات قصيرة الأجل من القروض طويلة الأجل. يعني إذا أنا ما أخذ قرض ل 30 سنة، في جزئية هاي الاوبريتنج سايكل تاعت هاي السنه اللي لازم ادفعها الانترست بيمنت برينسيبل بيمنتس تاعت هاي القرض، بتتسجل عندنا كنوتس بايبل. بعدين في عندنا انكم تاكسز بايبل، طبعا هاي الضريبه اللي لازم ادفعها انا للحكومه ولكن لسه مش دافعها. بعدين في عندنا الاكرود اكسبنسز اللي هي الاكسبنسز اللي احنا سجلناها في الانكم ستيتمنت تاعتنا بس لسه ما دفعناها، فهاي دفعات مستحقة علينا. وبعدين في عندنا Deferred Income اللي هي لما الشركة كيف الشركة بتدفع التزامات عليها قبل بوقت، ممكن ناس تدفع للشركة دفعات قبل بوقت، هذا بنسميه Deferred Income. روح Deferred Income Income Statement في الـ Period اللي بيستحق فيها.
هيك بنكون احنا حكينا عن الكرنت اسيتس والكرنت لايبيليتيز، ومعظم هاي المعلومات انتم اوريدي المفروض كان عندكم تصور عنها. اللي راح يصير هلا انه بدنا نروح على موديل، بدنا